ما بين وكالة أخرى اسمها ليد وصلت ل138 مليون، فالأهرام وصل 141 مليون. مقابل كام بقى في اللي فات؟ 76 مليون. شوفوا الأهلي استثمر اسمه ازاي، شوفوا الأهلي نجح إنه يسوق نفسه ازاي. عمل الأهلي ستورز، عمل المزايدة، والبقية تأتي. كابتن عادل القيم، مساء الخير يا كابتن عادل. مساء النور يا كابتن أحمد. ملك ولا كتاب؟ لا ده المرة دي أنت الملك والكتاب. لا والله مش أنا، يعني كل مرة لازم أهنيك على البرنامج أنت والزميل العزيز إبراهيم المنيسي، وشيء جميل الحقيقة. أنا يعني بقعد أتفرج عليكم وأنا سعيد يعني الحقيقة. الله يخليك، متشكرين يا كابتن. قول لي بقى يعني كيف صارت المزايدة اليوم، وهل يعني ستتصاعد الحملة ضدكم لأنه وكالة الأهرام هي اللي فازت بهذه المزايدة؟ بص يا كابتن أحمد، نعم، تذكر إن إحنا كنا مع بعض وسألتني وقلت لك أنا أتوقع مضاعفة الرقم، نعم، اللي إحنا خدناه المرة اللي فاتت من 76.5 إلى 150. نعم. وكنت متخاف من حاجة واحدة، إن ظروف البلد تكون ليها تأثير. نعم. لكن الحمد لله التأثير كان بسيط. وأنا شايف إن ده سياق تاريخي صحيح وسليم، إن قلت لك كل ثلاث سنين تقريبا بتتضاعف القيمة. ده صحيح. بقى من سنة 95 من أول ما وأنا مدير نادي من 300,000 اتعملت 2,100,000، وبعدين ظلت كل ثلاث سنين تضرب بقى كل رقم يعني يتضاعف لحد ما وصلنا لهذا الرقم اليوم. واللي عايز اقوله بقى، الناس عماله تقول وكاله الاهرام والكابتن حسن والكلام ده، لا يمكن وكاله الاهرام هتخش عشان تجامل الكابتن حسن، لانها مؤسسه يعني وكاله الاهرام لازم تكسب وتكسب كويس قوي من وراء هذا العقد. نعم. مؤسسه الاهرام لما خدت العقد ب 76.5 مليون جنيه اعتقد انها كسبت قدهم. هتقول لي طب ليه بتروحوا لوكاله واحده؟ احنا على فكره الوكاله اللي كانت يعني كانوا اربع وكالات متنافسين، وكاله وصلت ل 138، الاهرام خلص ب 141. انا هقول لك الوكالات اللي كانت متنافسه، شركه ليد وصلت 138، شركه كونكوست وصلت 135، سكر بيزنس وصلت 70 مليون. السؤال بقى، هل ان الدفع 138 ده لو رشت عليه كان هيخسر؟ كانش هيخسر، هو كان عايزها. كويس. لكن الاهرام كمؤسسه اقدم وليها ثقل وامتداد على يعني مستوى الجمهوريه وشوارع مصر كلها تقريبا، تستطيع ان تسوق بسهوله اي حاجه بتاخدها. طب علاقتنا مع الاهرام، انا ارى حتى لو اقل شويه ناخدها ليه؟ لان الفلوس مضمونه، ما انت ممكن تروح لشركه خاصه، ها يجي شيك يحصل تعثر كلام، لكن ده مؤسسه عامه. بس هي ما كانتش اقل، بس لحد يفهم هي اكتر. انا بكلم في نعم. ناس تقول لك لو سوقت فردي يعني لو قسمت الممارسه الحقوق دي حق لوحديها ممكن نجمع اكتر. لكن لما نحطها مع بعض ونديها لوكاله واحده، لما تكون للاهرام بتبقى فلوسك مضمونه. نعم. طيب فين المجامله؟ يعني النهارده يعني هل يستطيع الاهرام هل الاهرام يعني النهارده يقدر يجامل حسن حمدي على حساب الاهرام؟ راح يجامله في 141 مليون جنيه؟ مستحيل هذا الكلام. الاهرام على الاقل هيبيع هذه الحقوق ب 200 مليون على الاقل. يبقى كسبان له 60 مليون. على الاقل، نقول على الاقل باذن الله. طيب هل هذا العقد يعني بينهي جزء من الازمه الماليه في النادي الاهلي؟ طبعا. طبعا هو الازمه، انا قلت لك دي ازمه سيوله. نعم. يعني احنا من الشهر الجاي هناخد بقيه عقدنا من العقد اللي فات. وهتبدا مقدم العقد الجديد، والانفراجه هتتوالى، وزي ما حضرتك قلت في تنوع في مصادر الدخل، القناه بتعمل دخل، المجلة بتعمل دخل، الموقع الإلكتروني بيعمل دخل، الاشتراكات بتعمل دخل، الأرض حق الرعاية بيعمل دخل ودخل كبير. فحضرتك المشكلة بتبقى في السيولة، إنك التدفقات المالية تفي باحتياجاتك المالية. ما أقدرش أسيبك وما أسألكش على الصفقات الجديدة، يعني وأنا عارف إنه مانويل جوزيه بيدور بإبرة على مهاجم.
شوف يا كابتن احمد، طبعا احنا كنا مشير النادي محتاج مهاجم، ومهاجم غالبا افريقي من العيار الكبير شويه اللي يقدر يعمل اضافه. تركيزنا طبعا كان المستر مانويل، لانه يعرف وشاف مساك بإيلونجا، ديبا إيلونجا بتاع نجران، لكن ديبا إيلونجا في الاخر فضل انه يبقى في الخليج وغالبا انتقل الى الهلال السعودي. ديبا إيلونجا بقى بومبا. طيب، لكن عندنا بدائل كويس، وبإذن الله تكون بدائل كويسه. معلش اعذرني مش هقدر اقول تفاصيل اكتر من كده. ماشي. وبإذن الله نقدر ندعم الفريق بحد كويس يساعدنا في المشوار الافريقي تحديدا يعني. طيب، حكايه وارجو، وارجو ده بيلعب تحت الفراوده، وكان وارد في وقت من الاوقات، لكن اعتقد النهارده عندنا تحت الفراوده اكثر من لاعب ممكن يسد هذا المركز. لكن الرأس الحرب الصريح اللي هو المحطة اللي جوه الصندوق هو ده اللي بيدور عليه مستر. حكاية حسن عبد رب، لا والله مش هتصدقني يعني. لا هصدقك طبعا، والله ما اعرف حاجة عنها. يعني ممكن في يكون في غيرك بيتحرك في اتجاهه؟ ما اظنش يعني، انا اعتقد ان كابتن حسني في النهاية سيبقى بالاسماعيلي يعني، اعتقد كده والله اعلم. طيب جميل. يعني هو طبعا اعلن اكثر من مره انه يتمنى البقاء في الاسماعيلي، وان المسائل الماليه باذن الله لو الاسماعيلي نجح يبقى الكابتن حسني في الاسماعيلي، لكن انا شخصيا لم التقي به ولم اتحدث معه. حكايه هاني سعيد زمالك وهاني سعيد المصري، ولا اللاعب التقيت ولا اتكلمت، وقلنا ان احنا لما هنيجي نتكلم في توقيت معين هنتكلم مع الانديه، لكن اللعيب اللي عقده هيخلص قد ننتظر حتى نهاية الموسم ونتحدث معه. طب هاني سعيد الزمالك عقده هيخلص، يبقى هننتظر إذا كان في احتياج فني وهو عايز يجي النادي الأهلي، هيبقى من حق الأهلي ومن حق غيره أن يتبقى أن يتفاوض. هل ما زال فيه؟ وطبعا إذا كان الزمالك هيستطيع أن هو يحتفظ بلعيبه أو عايز يحتفظ بلعيبه، مؤكد هتبقى له الميزه والاولويه. يعني الاولويه للزمالك، مش هتخشوا في مفاوضات للاعيب، مش احنا مش هنتدخل لحد ما اللاعب يبقى حر. لكن ما زالت اي نادي مش في الزمالك بس. لا يعني هل في الرغبه في هاني سعيد الزمالك ولا مفيش الرغبه؟ ما انا ما اعرفش، دي حاجه فنيه ما قالولكش. هتبحث بقى زي ما قلت لك، الشيء الوحيد اللي عندي مؤكد الرغبه في فيرود. في فيرود. طب قول لي، ممكن يكون فيرود محلي على وزن مثلا حسين حمدي او محمد صلاح، لاعب المقصة او لاعب المقاولين؟ هتبقى اسماء، هنطرح 3-4 اسماء امام مستر مانويل، وهنشوف مين الانديه بتاعتهم كمان عندها الرغبه انها تسيبه. يجوز النوادي مش عايزه تسيب لعبتها. بالمناسبه، انت ايه رايك في حسين حمدي؟ لعيب واعد. لعيب واعد. ماشي. عنده امكانيات كويسه وطول فارع وبتاع، لكن من الصعب برضه يا كابتن، لان خلي بالك وهي دي المشكله اللي كتير جدا بيتعرض لها بعض اللاعبين او الناس لما تيجي تقيم اللاعب في النادي الاهلي وخارج النادي الاهلي. نعم. انت في بره النادي الاهلي انت بتشوف ميزات اللاعب، يعني ما بتلاقيش شوت شوطه كويسه او ينط يلعب يد كويسه بتاع بيلفت نظرك. لما بيكون في النادي الاهلي انت بتشوف العيوب بقى، تشوف تقول انه ما بيرجعش، ما بيتحركش من غير كوره، التحاماته مش قويه، بتشوف حاجات تانية. فاللاعب لازم يتشاف على بعضه، وفي نفس الوقت يكون قادر يتحمل الضغوط الجماهيريه والتحديات الكتيره قوي، لان النادي الاهلي بيلعب على بطولات وعلى مركز وحيد. يعني انت عايز لعيب مثلا في عينه وليد سليمان مثلا؟ وطبعا وليد، ما احنا اعلنا راينا كل سنه بنقول. لكن طالما ان النادي متمسك بيه، لكن هو انتقاله طبعا من بتروجيت لامبي كانت مفاجاه، وكانت نقله غيرت حسابات كتير. ما زالت لسه هيبدا مشواره معايا. ما زالت الرغبه موجوده عند النادي الاهلي لو في فرصه؟ والله انا شايف حتى يعني ان وده شان النادي امبي، يعني لو هم عايزين يتفاوضوا او يسمحوا بهذا، اعتقد ان وليد يستطيع ان يطور اداؤه، يستطيع انه يحقق اهداف مع النادي الاهلي كويسه. هل نفس الامر ينطبق على سيد حمدي؟ اي لاعب يا كابتن نرى ان هو هيضيف النادي الاهلي بشرط موافقه ناديه، ولن نتحدث مع احد الا من خلال نادي. انت قلت لي حسين حمدي لعيب واعد، امال محمد صلاح لاعب المولين يبقى ايه؟ جدا يبقى لاعب واعد جدا. عارف انت، واعر جدا. كابتن عادل القيعي اشكرك شكرا جزيلا، وضحت كده الرؤيه.